السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اضيف مكان جديد لخريطة اوبن ستريت ماب، وده موقع مجاني اونلاين اوبن سورس، يعني اي حد يقدر يعدل فيه ومش تابع لشركة معينة او شركة تجارية بتاخد المعلومات دي تستفاد منها بشكل او باخر كاعلانات او كده. زي ما انت شايف تقدر تشوف المعلومات اللي انت عايزها، وممكن برضه من خلال الموبايل والايفون، وفي برامج كتيرة بتعتمد عليه زي برنامج الانفراوركس بياخد معلوماته من الخريطة دي. تقدر تيجي هنا تعمل زوم ان زوم اوت، تقدر تشوف اللوكيشن بتاعك، يعمل هو زوم على المكان اللي انت قاعد فيه حاليا. ممكن تقدر تشوف الليارات، تقدر تغير شكل الليارات زي ما انت عايز. ممكن تشوف الليجند الخطوط دي لو انت عايز تعرف دي معناها ايه. ممكن تشير المكان دوت وتبعته مثلا في دعوة فرح او حاجة كده. ممكن نحط نوتس في اي مكان انت عايزه، اهو النوتس هنا مثلا، خلي بالك في مشكلة هنا، وتبدأ تظهر للناس. طيب ممكن دلوقتي مثلا انا عايز اضيف حاجة فبقول له edit كده، انا هدخل على حاجة اخرى الا وهي التعديل على الخريطة. على سبيل المثال مثلا في مطعم هنا، فانا عايز اضيف المعلومات بتاعت المطعم، هو موجود هنا في المكان دوت، فهقول له بوينت اهوت، وضفت النقطة هنا، فبيقول لي ان دي عبارة عن ايه، هل ده هوسبيتال، ده كافي، ده رستورانت، ده فاست فود. هو فاست فود الاسم بتاعه مثلا، وتبدأ بقى تضيف اللي هو بيبيع بيتزا، بيبيع كافي شوب، ايطاليان، انديان. الاوبريتور، العنوان بالظبط تكتبه، الساعات، وهكذا. تقدر تضيف كل المعلومات اللي انت عايزها وتقول له add to relationship. تمام، فانت كده ضفت معلومه خاصه بالمكان اللي انت عارفه. لاين ده بيبقى عباره عن طرق، عندك مثلا طريق هنا، فبتقول له خلي بالك ان في طريق اتفتح من هنا لهنا مثلا، فبيجي هو يعمل الطريق دوت. تمام، في مثلا بالشكل ده بس مرتين، فبيقول ده عبارة عن ايه، فبتبدأ تدخل بقى المعلومات بتاعة الحاجة اللي انت بتستخدمها. فهو ليك ان انت تزود المعلومات اللي موجودة وتشارك في ان يبقى فيه خريطة. الموضوع ده مهم جدا، لان احنا ممكن نستخدمه كتير جدا في لا قدر الله حصل كارثة كبيرة مثلا والطرق باظت، فببدأ احط المعلومات للناس كلها، خلي بالك الطريق ده فيه مشكلة، مكان مثلا فيه وباء معين، فاروح قايل خلي بالكوا المكان ده محدش يقرب منه عشان في كذا. يعني ممكن تعمل تطبيق على الموبايل وتاخد المعلومات هنا من الاوبن ستريت ماب، والناس كلها تزود المعلومات. على سبيل المثال مثلا مكان فيه رشوه، فلو في رشوه تدوس علامه حمراء، لو المكان كويس تدوس علامه خضراء، فده يوضح لنا اني مكاتب مثلا في المرور هي اللي فيها رشوه وفيها مشاكل، فده يخليهم يخافوا ما يخشوش، يبداوا ياخدوا حذرهم ويبداوا مثلا يبعدوا عن موضوع الرشوة ده. هنا مثلا لو انت عندك بارك بتقول له اريا، فبتبدأ تحدد الاريا ديت ان دي منطقة فيها مثلا خضرة، وتبدأ تحدد مثلا ده بارك مثلا، او تبدأ تكتب الاسم وعدد الساعات و الحاجات دي. فلو انا موجود في اي مكان وحابب اروح مكان فيه حدائق مع الاولاد، اقدر اعمل سيرش وابدأ اعرف المكان اللي فيه خضرة وفيه استفادة. ده هنا الريفيو، بتشوف التغيرات بتاعتك وتعمل ابلود للحاجات دي. فاتمنى الناس تبدا تستخدم الاوبن ستريت ماب، لان هو اوبن سورس ومجاني، والمعلومات كلها ممكن نتشاركها. ممكن حد يعمل موبايل مثلا، او تظهر حاله من حالات فيروس او كده، يروح دايس فنعرف ايه المكان اللي فيه مشاكل نحاول نبعد عنه. مثلا لو حد مثلا في اي مكان بتذكر اسامي مطعم وحاجه، وفي ظهرت حاله من الحالات اللي فيها مشاكل، يدوس علامة حمراء، واحد تاني يدوس علامة حمراء، فنعرف ان المكان دوت فيه مشاكل ونبتعد عنه، وربنا يعفو عنه ان شاء الله.